الميليشيات الموالية لإيران ولليوم الثاني على التوالي تستمر في مهاجمة مستشارية التحالف الدولي في العراق، واليوم وهذه المرة قاموا بمهاجمة قاعدة عين الأسد. تفاصيل هذا الهجوم هو جاء بطائرتين مسيرة، هنا قاعدة عين الأسد التي ترونها بهذا الشكل، وجاءت هي طبعا بطائرتين مسيرة، وهذه الطائرات هي كانت طائرات مفخخة. وبحسب مصدر خاص لروسيا اليوم أكد هذا المصدر بأن الطائرات هي كانت قادمة من البغدادي، هذا هو خان البغدادي، ومن البغدادي وتحديدا من جزيرة جوبا بهذا الاتجاه، وبالتالي من جوبا في البغدادي اتجاه هذه القاعدة هي تأتي تقريبا على مستوى 10 كيلومتر أو أكثر قليلا، مسافة قريبة جدا بالنسبة للطائرات المسيرة والمديات التي تتمتع بها. وبالتالي هذه الطائرات وعند قدومها وتوجهها صباح هذا اليوم إلى قاعدة عين الأسد، منظومة السيرام كانت حاضرة من جديد ضد هذه الطائرات، وتمكنت من تدمير هذه الطائرات مرة أخرى كما حدث يوم أمس. وبالتالي هذه الطائرات سقطت على محيط هذه القاعدة، ولم تكن هنالك أي خسائر، لم يكن هنالك أي جرحى أو حتى خسائر على المستوى المادي. وهذا يوضح، نحن الآن في عام 2022 بهذه الهجمات بالطائرات المسيرة، نحن أمام 4 هجمات بالطائرات المسيرة، أقصد هنا 4 طائرات مسيرة. يوم أمس كانت طائرتين على مطار بغداد، واليوم طائرتين على قاعدة عين الأسد، وهنالك نسبة عالية جدا لمنظومة السيرام في التصدي لهذه الطائرات. من المفترض هذه الطائرات أن تسبب نوع من المشكلة والتحدي لمنظومة السيرام، ولكن ها نحن أمام مستوى ونسبة 100% على الأقل حتى هذه اللحظة، وهذا يوضح بأن التحالف الدولي نجح في عملية وضع تعديلات أو تويكس على منظومة السيرام، وبالتالي هي تنجح بهذا الشكل الكبير من ناحية التصدي لهذه الطائرات التي نتحدث عنها. والصور التي جاءت الرسمية القادمة والحصرية القادمة من قاعدة عين الأسد لعمليات التصدي لهذه الطائرات وهذه الطائرتين، سنلاحظ في بداية الأمر وكأن صاروخا ارتطم بهذه الطائرة في البداية، وبعد ذلك الطائرة استمرت في المضي، وبعدها من أول رشقة من منظومة السيرام أسقطت هذه الطائرة المسيرة كما تلاحظون هنا، وسقطت على محيط القاعدة. طبعا المدى الفعال بالنسبة لمنظومة السيرام يأتي من نصف كيلومتر إلى كيلومتر، وهنا الانفجار كما تلاحظون شديدة الانفجار، هذه طائرة واضح بأنها معبأة بالتي أن تي، هذه الطائرة المسيرة، وهذه الطائرة المسيرة الثانية اللي منظومة السيرام أيضا أسقطتها بهذا الشكل كما تلاحظون، الطائرة كبيرة نسبيا، كبيرة جدا كما هو واضح، وسقطت بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وبالتالي نجاح كبير لمنظومة السيرام والمنظومات الدفاعية اللي موجودة الآن على الأقل من اللي موجودة في مطار بغداد وتحديدا في مركز بغداد للدعم الدبلوماسي وقاعدة عين الأسد. الآن دعونا نذهب إلى هذه الطائرات لنرى هذه الصور القادمة والتي جاءت صباح هذا اليوم وانتشرت بهذا الشكل. هذه الطائرات المسيرة، هذه واحدة من الطائرات، هذه الأولى، وهذه هي الطائرة المسيرة الثانية. الواضح بأنه ليس هنالك أي شعارات على الأجنحة بأي شكل من الأشكال، لون هذه الطائرة بيضاء، الأمر مختلف. في مطار بغداد كانت الأمور مختلفة بالهجوم يوم أمس، واضح بأن ثأر سليماني هنا موجود على جناح هذه الطائرة، عمليات ثأر القادة وغيرها من الشعارات، الأمور مختلفة بالنسبة لهذه الطائرات، وهنا قد يعني بأننا أمام فصيل مختلف آخر يخزن هذه الطائرات وقاموا بهذا الهجوم الذي نتحدث عنه. ولكن أيضا نوعية هذه الطائرات كما يبدو وعلى ما يبدو من طبيعة شكل هذه الطائرات التي نشاهدها، واضح بأن طولها لا بأس به يصل إلى 3 متر على سبيل المثال تقريبا بحسب هذا التقدير، كذلك الأجنحة طويلة نوعا ما نسبيا. وأيضا أهم شيء هي مقدمة هذه الطائرة ورأس هذه الطائرة كما نلاحظ هي تأتي بهذا الشكل المثلث. دعونا الآن يعني نلقي نظرة على الطائرات التي هي تشبهها ممكن، والطائرة الوحيدة اللي تشبهها بهذا الشكل بهذه المواصفات هي طائرة صماد 3، وهذه الطائرة هي التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة المملكة العربية السعودية دائما كما نلاحظ مقدمة هذه الطائرة، يعني رأس هذه الطائرة تقريبا يأتي بهذا الشكل كما نلاحظ طبعا، وبالتالي هي متشابهة من هذا الاتجاه، أيضا الأجنحة طويلة نسبيا، وكذلك طول هذه الطائرة يصل إلى تقريبا 3 متر. وهذه الطائرة صماد 3 هي طبعا طائرة يصل مداها إلى ما يقارب 150 أو 1500 كيلومتر عفوا إلى 1600 كيلومتر، ويكون طبعا الرأس لهذه الطائرة هو شديد
الانفجار بشكل كبير للغاية. دعونا نذهب إلى الطائرة المسيرة الأخرى التي هي من المفترض أن تكون متشابهة من ناحية النوع، ولكن مقدمة الطائرة تختلف كما نلاحظ، يعني الأمور مختلفة هنا بالنسبة للطائرة، ولكن من ناحية الهيكل للطائرة، شكل الطائرة، طول الطائرة يبدو identical، يبدو متطابقا بالنسبة للطائرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، ولكن مقدمة الطائرة مختلفة، وبالتالي هذه الطائرة هي طائرة تشبه تماما شاهد 123، الطائرة الإيرانية التي هي طبعا طائرة أيضا يستخدمها الحوثيون، وهي واحدة من أهم الطائرات الإيرانية التي صدرت بعدها شاهد 129 طائرة، يصل مدى طيرانها إلى مسافة 750 كيلومترا. وبالتالي هذه الطائرات تستطيع أن تنطلق من أي مكان، ليس فقط من جبة التي تحدثنا عنها من البغدادي، بل ممكن أن تأتي من الحدود، ممكن أن تأتي من أي مكان. ولكن عموما هذه هي الطائرات الواضح التي تم استخدامها من قبل الميليشيات صباح هذا اليوم على قاعدة عين الأسد. الأمر المهم هنا بأن التصعيد هو لم يتوقف فقط في العراق، بل أن هنالك تصعيدا كبيرا موجود في سوريا. ليلة يوم أمس كان هنالك تصعيدا كبيرا في الداخل السوري، هنا طبعا شرق نهر الفرات، المناطق اللي هي طبعا تحت سيطرة التحالف الدولي وتحديدا قوات سوريا الديمقراطية، عدد من قواعد التحالف الدولي موجودة، وطبعا المنطقة الحمراء هي مناطق سيطرة النظام السوري وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران. اللي صار والاستهداف الذي تم والأكشن الذي تم هو على هذه النقطة، ألا وهي قاعدة حقل العمر النفطي، الذي تم بحسب التقارير بأنه تم الاستهداف بسبعة صواريخ كاتيوشا وحتى بقذائف للهاون، تم استهداف هذه القاعدة. والحديث هنا بحسب التقارير وما ورد بأنه تم استهداف أو استخدام صواريخ فجر 1107 الإيرانية التي يصل مداها إلى 8 كيلومتر، طبعا المسافة من الميادين من آخر نقطة إلى هذه القاعدة تصل إلى 7.7 كيلومتر، أي أن المدى مناسب جدا بالنسبة لهذه الصواريخ، ولكن هذه الصواريخ ليست دقيقة، معروفة بعدم دقتها شهدناها في ضد السفارة الأمريكية وكيف سقطت على المدنيين، وبالتالي هي ليست دقيقة كصواريخ الجراد. أما بالنسبة للتحالف الدولي بعد هذا الاستهداف تحدثت التقارير بأن الصواريخ لم تسقط على القاعدة، بل هي سقطت على محيط القاعدة، ليس هنالك خسائر، ليس هنالك إصابات ولا خسائر مادية، ولكن التحالف الدولي استنفر الطيران على الميادين وعلى القورية بهذه الاتجاهات، حلقوا بشكل مكثف جدا لكي يعرفوا المناطق التي تم الانتشار فيها. وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن فاطميون، وهي ميليشيات أفغانية جندتها إيران لكي تعمل في الداخل السوري ولها باع منذ اندلاع الثورة السورية، بأن فاطميون قاموا مباشرة بالانطلاق من منطقة المزارع الموجودة في الميادين بإحدى الشاحنات التي هي طبعا غطوها بالخضار وكأنها شاحنة خضار طبيعية، ولكن هي تحمل أسلحة في طبيعة الحال، وانطلقت على مسافة بهذا الاتجاه إلى دير الزور، إلى منطقة اسمها منطقة معدان، وهي تبعد تقريبا 110 كيلومتر من الميادين إلى معدان، من أجل طبعا زيادة الزخم، زيادة النفوذ لديهم، وكذلك قد يكون لتفادي طبيعة الضربات التي ممكن أن يتعرضون لها من التحالف الدولي. وهذا يوضح بأن لديهم خطط قادمة لمهاجمة قاعدة حقل العمر النفطي. وهذا فعلا ما تم اليوم، ظهر هذا اليوم كانت هنالك أنباء رسمية من التحالف الدولي تحدثت بأن التحالف لاحظ بأن هنالك نقطة مهمة جدا هي قريبة من هذه النقطة، تابعة لهذه النقطة، ألا وهي القورية، وهي طبعا بين الميادين كذلك، ولكن هي تابعة إلى القورية، وتحديدا في هذه النقطة هنا يتواجد مزار عين علي، مزار مهم جدا ومعروف على ضواحي القورية. كانت هنالك مزارع هنا، طبعا معروفة أن هنالك مزارع قريبة منها، قال التحالف الدولي وأكد بأن هنالك، طبعا هم لم يقولوا هذه المنطقة، المرصد السوري لحقوق الإنسان هو الذي أكد بأن هنالك مزارع بالقرب من مزار عين علي، كانت هنالك منصة للصواريخ موجودة مهيئة لاستهداف قاعدة حقل العمر النفطي، قاموا باستهدافها وضربها مباشرة. التحالف الدولي قالوا من القرى القريبة، ولكن المرصد السوري قال تم استخدام وتمت استخدام طائرات مسيرة في هذا الهجوم، وهنا النقطة تقريبا التي تم استهدافها من أجل الدفاع عن النفس، مدام أنه هجوم عليهم يريدون الدفاع عن أنفسهم. الأمور محتدمة بشكل كبير وممكن أن تتصاعد في الداخل السوري وحتى في الداخل العراقي. وهذه الأمور وهذا التصعيد جعل العديد من الأوساط، منها الأوساط الإسرائيلية، أن تضع العديد من المقترحات حول كيفية مواجهة هذه الميليشيات وما هي الطريقة الأنسب، بما أن الأمور
لم تعد حربا نظامية، هذه حرب ميليشيات لا يحكمها النظام ولا تحكمها الدول. وبالتالي جيروزلم بوست اقترحت مقترحا هو طرح في عام 2017 وها هو يطرح مرة ثانية، وهذا الذي قالته: بما أن الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا الميليشيات على الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدو أنه من العدل الآن أن تعملا على إنشاء حلف نيتو عربي يدعم أو بدعم غربي وإسرائيلي قادر على هزيمة هذه المجامع. قضية مثيرة للغاية ومقترح مثير، وهذا يأتي بسبب أنهم أصبحوا على قناعة تامة بأن إدارة جو بايدن في فترته الأمور لن تهدأ، 2022 ستكون مشتعلة للغاية. وهذا يعود إلى دراسة مهمة جدا قامت بها كلير جونغمان، وهي إحدى أهم الباحثات والمتتبعات لطبيعة الناقلات النفطية الإيرانية التي تنتقل بشكل سري وبشكل خاص إلى الدول مثل الصين، مثل سوريا وغيرها من الدول، أو حتى فنزويلا. هي تتتبع كل هذه التفاصيل، قامت بدراسة هي وشخص اسمه دانيال روث. هذه الدراسة هي بينت تفاصيل وأحصائيات لعملية صادرات النفط الإيرانية في أول 9 أشهر لعام 2020 وأول 9 أشهر لعام 2021، وقامت أيضا بمقارنة العامين بالكامل، يعني 12 شهر ب12 شهر، ووصلت إلى نتائج مثيرة للغاية، اللي وصلت إلى بأنه إيران قامت بتصدير في أول 9 أشهر من عام 2021 العام الماضي، أصدرت إيران 300 مليون برميل للنفط في أول 9 أشهر، وهذه النسبة بحد ذاتها مقارنة بأول 9 أشهر لعام 2020 هي تعتبر زيادة في فترة بايدن 100 مليون برميل مقارنة بفترة دونالد ترامب. وكذلك عندما قارنت سنة 2020 بسنة 2021 وجدوا بأن هنالك زيادة 123 مليون برميل في صادرات النفط الإيرانية مقارنة بفترة دونالد ترامب، وهذه تعتبر زيادة بنسبة 40% من صادرات النفط الإيراني في فترة جو بايدن مقارنة بدونالد ترامب. وأكبر المشترين لهذا النفط هي الصين بالدرجة الأولى والدرجة الأساس، وكذلك سوريا تأتي في الدرجة الثانية في شراء هذا النفط الإيراني. وهذا طبعا ما فسر تماما قضية موازنة إيران المفاجئة التي ظهر بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. موازنة عام 2022 أقر موازنة مبنية على أساس بقاء العقوبات وعدم نجاح مفاوضات فيينا. والمثير أيضا، وهي أيضا تفسر هذه الصادرات التي نتحدث عنها، عملية الزيادة ومضاعفة موازنة الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. لديهم الأموال الكافية للقيام بهذا الأمور، وهذا يوضح طبعا، وزيادة هذه الموازنة توضح بأن القضايا ستكون مشتعلة بالنسبة للمنطقة، وأن زيادة ميزانية الحرس الثوري لا تعني إلا زيادة في النشاطات في المنطقة بشكل عام من قبل الميليشيات.